السلام عليكم. طبعا الان بعد ما دخلنا منفذ المنذريه والان دخلنا الى منفذ الخسروي، الان هنا انا سايق من منفذ الخسروي، هنا جناب اغا مسلم. ان شاء الله ارقامه موجوده عندي، وانا ان شاء الله بعدين انت بتحتاج مسلم ان شاء الله تخابر علي واعطيك رقمه وتتواصل وياه. وهاي سيارته هنا شغلة رسمية حكومية. نشد الرحيل إلى عالم مجهول ونحزم أمتعتنا ونسافر لنكتشف البلدان ونصور كل شيء، التاريخ والآثار والسياحة. أنا الرحال العراقي. الآن بعد ما كملنا إجراءات الجوازات الإيرانية، منفذ خسروي ومنفذ العراقي ومنفذ المنذرية، الآن دخلنا إلى منطقة داخل إيران. أي نام شيء المنطقة؟ خسروي. راح أشوفكم منظر بعد شوية، يعني إلا بشدة حقيقة، إلا بشدة. نحن الآن في منطقة قصر شيرين، وقصر شيرين يعني كما تشاهدون بها أشجار النخيل، منطقة حلوة وحدودية وباردة. يعني هذا الطريق يعني قليل جدا 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 عراقيين يجون عليه، طريق جدا راقي، جدا حلو. هاي النخيل، أشجار النخيل، منها انتم تصوروا بس بالعرض بالعرض. الان ساعة كندا تقريبا هافت الا هافت. شو بنجاوسي؟ هاي قصر شيرين. المدينة الحدودية. هاي الحين.